وليت المدرسه تمام. ثلاثة سنت. معلش هنطلع حالك ما تعتش بسمية. معلش هنطلع معلش. لا معلش عشان بقول لك ايه ده حرب الاسفلت. يقول لك ده حرب الاسفلت اللي جاي يعني ما احنا هنعمل كل. كفايه بقى عشان ما تجوش. لا يا راس ما شغالين بس. بس ايه؟ بسكوته. بسكوته. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. معلش يا عم. 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 اللي احنا عملناه في مرض الله في مرض الله يا جماعه في مرض الله يا اخويا انت مش كنت ولا قد ايه؟ في مرض الله بقول لكم يوم لا اسبوع 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 لما يبقى اصلا مرصوص قال مفتوح مسكوت فين المادة تكون فيه؟ في نسبة المتابعين اللي فيه فين رئيس الجمهورية نفسه؟ فين وزير التنمية المحلية؟ فين المحافظ؟ أنا ما بخافش من حد. ده ما يخافش ربنا. تاريخ. استنى بقى نكمل الفيديو. تاريخ. خارج الخطة الاستثمارية. أنا في مواد 2 مليون جنيه في الأمن والتنسيق. من وزارة التخطيط. زيادة الاستثمارات وين أمن محافظة البحيرة. يعني محافظة البحيرة مش تحت الخط دي. وأنا الوحدة المحلية. ده أنا جايبه من وزارة التخطيط. ملوش علاقة خالص بالمحليات. واسمعكم يا جماعة. بيتكسر بالايد بالعجوة بيتكسر بالايد ما ينفعش والله يا النايم ما ينفعش خالص ده كلام فاضي هي بالنسبه للاطفال 3 سم بتقطع بالايد ده الاسبوع اللي بيقول لك عشان الحر والدنيا سخنه والجو حر بس معمول على على التراب مباشره احنا المغرب بدون فيتامين بدون طرف الكيل ده ايه اللي هي الطبقه اللي هي الطبقه اللي فيها هم بيشربوها يا سياده النايم كله عمال مش اطول وجيش يا جماعه بس ده يكسر اساسا جيش اهو